بنشوف معكم مشاهدينا صورة، وأكيد صورة معبرة لنا ككويتيين وكخليجيين وعرب، الملك. أن الملك ملك الكرة الكويتية فيصل الدخيل يصور مع سافيولا أحد نجوم المنتخب الأرجنتيني ولاعب سابق في برشلونة وريال مدريد. تعليقك أبو عجب، أيوة سافيولا اللي مصور مع سافيولا اللي مصور. أنا متابع ترى يعني مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون حتى فيصل الدخيل. فيصل الدخيل شلون اقولها بشرف الملك لما يكون بالتلفزيون. شوف المذيع شلون يعامله، شوف المحللين شلون يعاملونه. يا اخي انا شفت اللقطه اعتقد امس. يا اخي له هيبه له مكانه. فيصل احنا كنا نشوفه بالتمرين يا اخي تستحي ترفع عينك عب عينه. اكون صريح معاك اتمنى يسولف معاي. يعني كنا فتره مطرات يعني وصلنا مرحله احنا زينا بالكويت هنا. لا لما تشوفه تحس ان انت ما سويت شيء. نعم. فيصل الدخيل الملك صاحب هدف شهير بكاس العالم، بتكلم عنه ندفد اللي هو من نجوم العالم ضد تشيكوسلوفاكيا. نعم. فيصل الدخيل شرف لكل ما اقول لك كويتي ولا خليجي، كل عربي. يعني انا لو املك حساب سافيولا راح ابارك له انه هو صور مع التاريخ. صور مع تاريخ في الكره الكويتيه. فيصل الدخيل يعني ما يختب عليه اثنين، هو واحد من ابرز نجوم الجيل الذهبي للكويت، واحد من ابرز النجوم اللي مروا على تاريخ اسيا كلها، واختير في نجوم العالم. واختير في نجوم العالم، زاد تصريح واحد من افضل اللاعبين على مستوى اوروبا في التاريخ باب ندفد ان انا حبيت كره القدم من هدف لاعب كويتي على تشيكوسلوفاكيا. نعم تشيكوسلوفاكيا. نعم شو اقولها؟ هذا بحد ذاته لازم تقولها تشيكوسلوفاكيا. لا ما اقولها. هذا بحد ذاته يعني فخر لنا احنا ككويتيين ان عندنا لاعبين برزوا بهذا الشيء. نعم. ونحزن نفس الوقت ان اليوم الكويت عندها مواهب كثيره، واقولها انا عندنا مواهب كثيره على جميع المستويات، لكن سوء رياضتنا، سوء التعامل الاداري مع رياضتنا هو السبب في ان خلانا احنا اليوم ما نكون في كاس العالم. عندي شغله بس بضيفها على فيصل الدخيل. في سنه من السنين هو كل يوم يتمرن في النادي يمشي بالمضمار، فناداني مره قال لي انت شلون تبي اذا انت مهاجم لما يلعبون الكره لازم تستخدم ايدك، اذا ما استخدم ايدك ما راح تكون لاعب. تحسس. فخذاني يعني وحط شلون ايده كذي من الكوع لايده كذي ولف، قال لازم تسوي كذي. فكانت بعد اسبوعين مباراتنا مع بختكور في اوزباكستان، وقولت قول العالم الحين تذكر مو ناسينه شلون لفتي على المدافع. فبيني وبين نفسي الكل يقول انا قلت لك ولا انا علمتك. لا كانت كلمه فيصل الدخيل في بالي يعني براسك. شنو شعورك وانت تشوف الصوره؟ والله ابو محمد اذا مثل ما قال ابو عبد الله ذا اللاعبين الاوروبيين يفتخرون مثل تقول بافل نيدفيد واحد من يمكن افضل لاعب في تاريخ تشيكوسلوفاكيا. صراحه شيء نفتخر فيه. يمكن احنا ما لحقنا، انا شخصيا ما لحقت على كابتن فيصل الدخيل او الجيل الذهبي، ولكن لا تصغر نفسك يا عبد الله، لا تصغر نفسك من بعدكم طبعا. فوالله شيء بالعكس محمد نفتخر فيه، ومثل ما قال ابو عبد الله سافيولا صراحه فيصل الدخيل تاريخه افضل.